أن نكون مهرجان القاهرة للدراما دورة استثنائية في ضمن مهرجان العالمين، ده حدث كبير، لأن احنا بنحتفل ببلدنا يا جماعة، احنا بنقول لبلدنا احنا بنحبك قوي، فنيجي نشارك في حدث مهم جدا، نيجي نبقى جزء من نجاحات التاريخ اللي هذكرها. ممكن ما تدورش دلوقتي، دور بكرة، ان المدينة دي لما اتولدت بهذه الروعة بهذا الجمال كنا جزء من هذا الحدث، نتذكر هذا التسجيل واحنا موجودين. فانا بقول ان مهرجان القاهرة للدراما برئاسة النجم الكبير دكتور يحيى الفخراني بيسعد ويشرفه ان يكون جزء من حدث مهم جدا ضمن فعاليات مهرجان العالمين. الحمد لله احنا امام مهرجان عظيم جدا، نسخة استثنائية في ارض جميلة بتواكب مهرجان العالمين، بتواكب يعني الايام الاخيرة او الليالي الاخيرة في هذا المهرجان، ان شاء الله يبقى ختمها مسك، ونجد كمية كبيرة جدا من فنانيننا واعمالنا المهمة جدا. واحنا النهاردة بنتكلم عن 60 سنة دراما، اعتقد الجاب كبير جدا بين مصر والشرق الاوسط كله، لان مصر اهم دولة. لما نقول اول مسلسل ظهر في مصر سنة 62، يبقى احنا سابقين بكثير جدا. هي أن الريادة للدراما المصرية والتاريخ للدراما هو للدراما المصرية في الوطن العربي كله. وتعالوا نفتكر بس أنه مش الدراما التلفزيونية بس اللي بدأت كده، لا ده السينما كمان بدأت في بدايات السينما العالمية في حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا وفي فرنسا وفي أمريكا، بدأنا في نفس الوقت. أي أن الفن المصري بدأ من بدري قوي. أول فيلم ناطق مصري كان إمتى؟ أول فيلم مصري اتصور بكاميرا سينما، وكان لسه سينما ما فيهاش كلام، صورة فقط لا غير. الدورة دي فيها حاجات كتير، مفاجآت إن شاء الله يوم 24. حابب أضم صوتي لصوت الفنانة الجميلة صديقتي إلهام شاهين، وأنا متأكد إن كل فنانين مصر يوم 24 هيجوا يشوفوا هذا الحلم اللي أنا واقف جواه حالياً، يعني واقف جواه حلمي يعني حالياً. بشكر كل من ساهم في هذا المكان، وبشكر كل من ساهم في هذا المهرجان. لجنة التحكيم على مستوى عالي جداً، رئيس المهرجان شيء مشرف واسم من الأسماء العبقرية الثقيلة.